نرجع لكم مره تانية كابتن بلال، بس هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه واللقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد اجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي فوز كبير وعريض على فريق مصر المقصه، هو الفوز الاكبر في تاريخ مواجهات الاهلي والمقصه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي، تحيات الكابتن ايمن شوقي، الكابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال. فوز كبير وعريض النهارده في ظل ان انا عندي غيابات ست عناصر من العناصر الاساسيه، لكن النهارده فوز كبير على فريق وخصم قوي جدا زي فريق المقص. طبعا تحياتي كابتن ايمن وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل وكابتن بلال. زي ما انت قلت مكسب كبير الحمد لله على فرقه كبيره زي فرقه المقص. يمكن الحمد لله اعتقد ان احترمنا الفرقه النهارده كويس، اللعيبه كانت مركزه رغم الغيابات اللي انت بتقول عليها، لكن دي كانت يعني كانت حاجه مقصوده من الراجل اللي عاوز طبعا يدي اللعيبه عدد من دقائق من المباريات، يعني لان مهم جدا ان انت عندك الفتره اللي جايه دي كثافه نشاط كبيره جدا، مهم جدا ان انت تجهز كل لعيبه. النهارده الحمد لله بالرغم ان اللي فيه غيابات لكن معظم اللعيبه النهارده لعيبه برده شاركت بصفه اساسيه اوقات كبيره جدا. النهارده حسين بيشارك، قفشه، لويس بيشارك النهارده باداء برده مميز وسجل هدفين كويسين، حسام حسن الحمد لله برده بيرجع النهارده، عوده محمد محمود حاجه كويسه، زياد النهارده برده بيأدي اداء مميز. فاعتقد الحمد لله النتيجه الحمد لله مرضيه والاداء الحمد لله مرضي، لكن عندنا بقى ان شاء الله ننقل نقله كبيره بقى ان شاء الله لبطوله افريقيا ومباراه داونز، فاعتقد ان شاء الله يكون فيها تحضير افضل وان شاء الله نستعدلها بشكل كويس باذن الله. كابتن سامي، فريق مصر المقصه في 9 مباريات استقبل 7 اهداف، النهارده في المباراه بيستقبل 4 اهداف، ده دليل على ان انت بتلعب خصم عنده قوه في الناحيه الدفاعيه. 4 اهداف النهارده في مباراه زي دي امر يحسب جدا لان فيها تنوع في الوصول لمرمى الخصم. الحمد لله، يمكن دايما الراجل كان بيتكلم في النقطه ديت، يعني مهم جدا ان انت تفكر اول في الهدف الاول. معظم الفرق اللي بتبقى دفاعيه بتبقى محتاجه ان انت تفك التكتل ده بهدف، خصوصا في بدايه المباراه. يعني الحاجه الثانيه ان افضل وقت اللي انت تجيب فيه الجون الثاني هو بعد الجون الاولاني على طول، يعني اللعيبه بيبقى فيه قله تركيز شويه. يمكن الحمد لله فرق الجونين كان قليل جدا، واعتقد الحمد لله اللي قدرنا بقى الهدف الثالث والرابع الحمد لله برده نسجله وتدينا افضليه، ويمكن كان عندنا فرص كثيره كنا ممكن نستغلها اكتر واكتر، لكن دي طبيعي. يعني النهارده في كوره لحسام كانت سهله جدا ان شاء الله يقدر يسجل منها، يعني اللي جت في القائم. حسين شحات برده قبل الهدف كان برده سجل شوطه كويسه في القائم اللي ردت لقفشه برده، فاعتقد الحمد لله ان حاله اللعيبه الحمد لله اعتقد هي مميزه الحمد لله، حتى بدنيا الحمد لله. الحمد لله، والناحيه الذهنيه برده نفس القصه. ان شاء الله بقى الفتره اللي جايه نبني على كده، والمباراه زي ما قلت لك المباراه الجايه ان شاء الله بالنسبه لنا تحدي اكبر، وعشان تقدر ان شاء الله تصدر المجموعه وتكسب فرقه كبيره زي فرقه صن داونز. يعني فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراه باذن الله. قبل ما اروح للمباراه القادمه ومباراه في غايه الاهميه امام فريق صن داونز، كابتننا في الاستوديو التحليلي اتكلموا في نقطه مهمه جدا، قال لك ان انت على الرغم من الغيابات اللي عندك وكلها في اماكن مؤثره جدا او العمود الفقري للفريق، لكن ان انا احافظ على الشكل والاداء والنتيجه ده امر مهم جدا. طبعا ملاحظه طبعا مهمه جدا، ويمكن الراجل دايما في كل مره، واعتقد الحمد لله ان بقى واقع، يعني ان الراجل عنده ثقه في كل اللعيبه الموجوده، كل اللعيبه اللي موجوده في قائمه النادي الاهلي لعيبه مميزه جدا. يمكن الحمد لله كان خير دليل برضو على كده ان انت بتلعب في كاس العالم، يعني اعلى ليفل في العالم، بتلعب قصاد مونتيري وانت غايب اللعيبه الدوليه كلها وبتقدر تحقق مكسب، فاعتقد الحمد لله دي حاجه من الحاجات الايجابيه برضو اللي الراجل بيدي ثقه لكل اللعيبه اللي موجوده. النهارده كريم فؤاد النهارده بيشارك وبيأدي باداء كويس الحمد لله، هو وهاني بيقدروا الحمد لله يعوضوا غياب اكرم. النهارده رامي ربيع النهارده بيرجع تاني وادى اداء مميز زي ما كان ادى في كاس العالم، فاعتقد الحمد لله الشناوي ورجوع الشناوي برضو بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا وقوه كبيره جدا، خصوصا علي برضو الفتره اللي فاتت ادى اداء مميز جدا خصوصا في كاس العالم، فاعتقد الحمد لله ان الفتره اللي جايه ان شاء الله تبقى في منافسه كبيره بين اللعيبه كلها، والاول والاخر اللي بيكسب الفرقه. يعني المباراة القادمة مباراة صعبة جدا أمام فريق صن داونز، بيزيد صعوبتها إن هي في الموسم الرابع على التوالي ما بين أهلي صن داونز، لكن من وجهة نظرك يا كابتن سامي شايف إن المباراة في دور المجموعات تقل شوية من صعوبتها ولا نفس قوة المباراة لو في الأدوار الإقصائية؟ اكيد طبعا ما بتبقاش بنفس قوتها، يعني لكن انت برضو انت بتلعب خصم عنده خبرات افريقيه كبيره، عنده لعيبه مميزه عارفين طبعا الراجل، وبالنسبه لهم تحدي كبير برضو اللي هو عاوز سواء الجهاز الفني او اللعيبه، طبيعي اللي انت عاوز تثبت اللي انت فرقه مميزه. يمكن بعد المباراه
اللي احنا خسرنا فيها 5. اعتقد الحمد لله كان مردود اللعيبه من المباراه اللي بعدها، الحمد لله كسبنا هنا في مصر وبعدين كسبنا خرجناهم من دور الثمانيه، فاعتقد الحمد لله عندنا ثقه كبيره واللعيبه عندها ثقه كبيره اللي هي تاكد دوت وتاكد ان المباراه دي كانت حاجه يعني بتحصل مره واحده بس يعني. لكن في الاول والاخر انت مهم جدا ان انت تبقى متصدر البطوله، انت بطل القاره مرتين ورا بعض، عندك تحدي اكبر خصوصا في البطوله ديت يعني. لكن اعتقد الحمد لله ان ثقافه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله اللي بتقدر تفصل كويس وبتقدر تلعب على هدف واحد بس هو المكسب باذن الله. اشكرك يا كابتن سامي والتوفيق في المباراه الجايه باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي بفوز كبير وعريض على فريق مصر المقاصه باربع اهداف مقابل لا شيء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.